السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ من المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا الكرام. في خبرنا الأول، أصيب عدد من خريجي كليات الإدارة والاقتصاد في بغداد بعد تعرضهم للضرب بالهراوات من قبل قوات مكافحة الشغب، وأظهرت لقطات مصورة تداولها ناشطون اعتداء القوات الحكومية على مجموعة من الخريجين المعتصمين أمام مكتب رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي في منطقة العلاوي للمطالبة بتوفير وظائف لهم، الأمر الذي أعاد للأذهان ما فعلته الحكومات السابقة مع الخريجين خصوصا في عهد حكومة عادل عبد المهدي العام الماضي قبل انطلاق ثورة تشرين. فنشاهد. نتابع التعليقات مع حضراتكم التي وردت حول هذا الموضوع. في أول تعليق من صفاء التميمي يقول: لا حياة لمن تنادي ناس تعبانة على نفسها، هيك يكون التعامل معهم، حكومتنا بس وعود. ميثم يقول: ولكم هذا العراقي هيك تالي وقت ينهان وينضرب على مود يتعين، الله أكبر. أبو سيف الظاهر يقول: الرجال أخو عماد جاء يؤدي دور مرسوم له مثل عبادي لتهدئة الشعب، لا تتأملوا خير من الطبقة الحاكمة الآن. سدير يقول: طبعا بس إعلام ومجند آلاف من أجل دعمه فيسبوكيا، وقام بشراء الأصوات التي تنبح وأعطاها مناصب مرموقة بالدولة، يشير إلى مصطفى الكاظم. كانت هذه جزء من التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع. ننتقل إلى قضية أخرى، حيث استنكر مهندسو العقود وأجور الكهرباء محاولة فض اعتصامهم أمام مبنى وزارة الكهرباء في بغداد بالقوة بعد هجوم القوات الحكومية عليهم والاعتداء عليهم بالضرب في ثاني حادث من نوعه بعد الاعتداء عليهم نهاية شهر آب الماضي، في ظل استمرار التجاهل الحكومي لمطالبهم بالتثبيت على الملاك الدائم. لنشاهد جانبا من اعتداء القوات الحكومية على معتصمي الكهرباء قبل الانتقال لاستعراض تغريدات هذه الشريحة وطلباتها بالتثبيت على وسم التثبيت لمهندسي الكهرباء على تويتر. دعونا نشاهد مبدئيا المقطع. Yeah.
إذن فلنقرأ معا مشاهدينا الكرام التغريدات التي وردت حول هذا المقطع. في أول التغريدة لدينا صالح عصام يقول: أين حق الشهادة والكفاءة الهندسية؟ هل نبقى نعتصم ونتظاهر كل سنة؟ نريد إيقاف تهميش الهندسة بسلب حقوقها بالواسطات والرشاوي، وإيقاف إعطاء المناصب للأحزاب الفاسدة. ثبتوا أجور وعقود الكادر الهندسي في وزارة الكهرباء. في تغريدة أخرى هبة تقول: يعني الدرجات الوظيفية موجودة وأعدادنا قليلة، ليش هيك تماطلون؟ إلا تصعيد ومظاهرات وضيم إلا تنطون الوظيفة؟ شنو مشاركين ويانا وأنتم دارسين سهرانين بمكاننا، دارسين عنا سهرانين بمكاننا، داخلين قاعة امتحان بدل ما احنا عايشين، أو داخلين قاعة امتحان بدل منا عايشين ضيم القسم الداخلي، الله لا يوفقكم. أحمد يقول: المهندس يريد أن يشارك برسم خارطة العراق ويساهم في البناء لمستقبل زاهر والنهوض بواقع خدمي عالي. محمد علي يقول: بالتصعيد ما يفيد وياكم، بالمناشدة ما يفيد وياكم، بالعين وأغاتي ما يفيد وياكم. من يا ملة أنتم؟ من يا ملة أنتم يا حكومتنا الرشيدة؟ رغم ذلك إلا ناخذ حقنا من عيونكم. إذن مشاهدينا، هذه جزء من التغريدات التي وردت حول هذا الموضوع. ننتقل إلى موضوع ليس بغريب وليس ببعيد عن ما ذكرنا قبل قليل. يواصل خريجو كليات العلوم الاعتصام أمام مبنى وزارة الصحة منذ 90 يوما دون أن تلتفت الوزارة لمطالبهم بشمولهم بالتعيين المركزي وتفعيل القوانين التي تكفل تعيينهم وباقي خريجي المجموعة الطبية. أفراد حماية الوزارة احتجزوا عددا من ممثلي الخريجين وتعاملوا معهم بقسوة خلال الاستماع لمطالبهم قبل أن يطلقوا سراحهم بضغط من المعتصمين. لنشاهد جانبا من تظاهرات واعتصامات خريجي كليات العلوم قبل الانتقال للاستعراض أو لاستعراض عدد من التغريدات على وسم العلوم تستعد لغلق الصحة، الذي تصدر ترند تويتر تعبيرا عن غضب الخريجين واستعدادهم للتصعيد خلال الأيام القادمة. فنشاهد. إذن دعونا نقرأ الآن التغريدات التي وردت حول هذا الوسم على تويتر. في أول تغريدة لدينا من سيف صلاح يقول: لطالما طالبناكم حقوقنا بالسلمية ولمدة 86 يوما، فأما بعد تحملوا كل ما يصدر عنا، فأنتم جبرتونا على ذلك وسنحرق الدنيا على رؤوسكم. في تغريدة أخرى من شهد تقول: خلص عمرنا وإحنا ننتظر التعيين، بعد ما بها مجال الحق ينأخذ بالقوة. وضمن التغريدات كذلك من زينة تقول: كافية وزارة الصحة، إلى متى ننتظر؟ صار سنتين نتمنى التعيين وهو حقنا وسلبتوه، نريد التعيين أسوة بأقراننا، حرام اللي دا يصير، كافي ظلم، كافي ملينا الصبر. وفي آخر التغريدات من علي يقول: سلميتنا فاقت المعقول، ولكن إهمالكم لافتراشنا الشوارع لمدة 85 يوما ما هو إلا تهميش لنا ودليل على اللامبالاة. هذه هي الطريقة التي تتعامل بها حكومات ما بعد الاحتلال مع مطالب العراقيين.
بعد أن استعرضنا سويا مطالب الخريجين وموظفي العقود لمختلف التخصصات، وهي مطالب موحدة لكل الخريجين تقريبا، كما نعرضها يوميا في تواصل.com، لنشاهد مع حضراتكم الآن هذا الاعتراف الصريح بسرقة أموال العراقيين من قبل الأحزاب من قبل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، والذي أقر بسرقة نحو 90,000 راتب لمنتسبين فضائيين في الحشد، حيث قدمت الميليشيات قوائم بأسماء 150,000 لمنتسبيها، بينما الواقع على الأرض يؤكد عدم تجاوز عدد أفرادها ل60,000 وفقا للعبادي وللجان التي كلفها بمتابعة العدد الحقيقي. فنشاهد ما هو المبرر في زيادة أعداد الحشد في زمن السلم ليس في زمن الحرب؟ خليني أسألك سؤال مباشر، إيش قد كان عدد الحشد على الورق كنت تسلمهم رواتب؟ 150,000؟ هذا اللي مسجل لديهم، لما تأتي معهم تمسك كيف كان عددهم؟ أنا تكلمت مع المفتش العام السابق اللي هو من بدر، وكان رجل صريح وأعطاني أدلة لا تقبل النقاش، تكلم معي بشكل خاص، ثم ضغطوا عليه وأسكتوا، هددوه وأسكتوا، تكلم معي كلام حر، بالأخير رجع مني وقال أنا مصر لا يسكتوني. ذكاني، قال ليس أكثر من 60,000 في تلك المرحلة، وقال أنا عندي أرقام حقيقية مو كذا، أنا لا أفتش فقط عن الرواتب، في وقت الراتب يأتون جميعهم، وقسم يأتي عنهم ممثل يشيل الأموال بالقوان يسموها. من اطلعت على هذه الحقائق وانتقاد عام قوات مسلحة ورئيس وزراء العراق ما سوى شيء؟ لهذا بدأنا بإجراءات، بدأت بإجراءات الكي كارت، يجب أن نسجل كل مقاتل وندقق هذا المقاتل. شوف هذا هم يروح هذا المواطن نفسه أو المنتسب نفسه ويستلم. نعم هذا صحيح، بس تبدأ تسجل يصير التغيير ليس سهلا، ويصير هذا المقاتل إن كان تقدر تحاسبه أين أنت، في يا موقع موجود. أنا أتذكر في جلسة من جلسات بعض القيادات بما فيها الفصائل، لما أردت أن أدقق الأرقام قالوا لن نسمح بذلك. لن نسمح؟ أنا أذكر هذا الكلام وأستطيع أن لا أريد أن أسمي أحد، وقالوا لا نريد أحد يدقق علينا. قلت لهم لحظة، هذه دولة عراقية، مكتب رئيس الوزراء يدققون عليه، وأنا أشجع لأن لا أخشى شيئا. دعونا نقرأ التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع وهذه التصريحات. حجية أم محمد تقول أنتم واحد يعرف الثاني، والأحزاب ما تساوون في الظلم والمتساوون في الظلم والجور والسلب والنهب، ما بكم حزب شريف، كفوا عنا بلد ورجعتونا 100 قرن. عباس يقول بس بمنطقتنا 7 نفرات من الحشد يستلمون رواتب وهم قاعدين بالبيت، طلق ما رامين ويستلمون رواتب. في تعليق آخر سيد جاسم يقول لعد أنت شنو حاطيك رئيس الوزراء إذا ما تقدر للقادة وأنت القائد العام للقوات المسلحة. وفي آخر التعليقات من مهند يقول فعلا أقل من 60,000 بهواي، لأن كلها تابعة للأحزاب أصلا، ماكو شيء اسمه حشد تحول للأحزاب وانتهى. وهذه هي الحقيقة، الموضوع هو عبارة الآن عن ميليشيات تقاد باسم المرجعية وباسم هيئة الحشد الشعبي المقدس كما تصفه أحزاب السلطة. نراكم بعد قليل. الآن في فقرة أنت ترى، لدينا مقطع تم إرساله لنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة رافدين، لمهندسين زراعيين يواصلون اعتصامهم المفتوح أمام وزارة الزراعة للمطالبة بالتعيين، ويتهمون الوزير الحالي بتسويف مطالبهم وتجاهلها، ويدعون الكاظمي للاستجابة لهم بعد معاناتهم الطويلة مع الحكومات السابقة. فنشاهد. نحن تجمع المهندسين الزراعيين المعطلين عن العمل، كنا ولا زلنا مهمشين من قبل الحكومات السابقة والأحزاب ووزير الزراعة الحالي محمد الغفاجي الذي باطل وسوف قضيتنا لأكثر من شهر، كوننا طالبنا بإيصال صوتنا لجنابكم الكريم لكن دون جدوى، ربما أن تسقط هدفكم السامي وهو محاربة الفساد من خلال القضاء على حيتانه وإعطاء كل ذي حق حقه. لذلك نحن الآن لازلنا مجتمعون ومستمرون بالاعتصام السلمي لحين تحقيق مطلبنا الأساسي وهو التعيين على ملاكات وزارة الزراعة، وطمعا بكرمكم وعطفكم الأبوي
سيادة الرئيس تطلب تدخل الحكومي والحاسب لإحقاق الحق ومقابلة جنابكم الكريم تجمع المهندسين الزراعيين في العراق. أهلا بكم من جديد. يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه يوثق التظاهرات المناهضة للقيود المتخذة لاحتوائي تفشي فيروس كورونا في العاصمة البريطانية لندن. إن قلنا الادعاء خطأ، والفيديو يصور تظاهرات مناهضة للحكومة في بيلاروسيا في آب أغسطس المنصرم. يصور الفيديو حشدا كبيرا في شارع عريض فيما يبدو أنه تظاهرة، وأرفق بالتعليق مظاهرة في وسط لندن تطالب بوقف إجراءات فيروس كورونا والإغلاق التام وإعادة الحياة إلى طبيعتها. إلا أن اللقطات المتداولة لا تعود للتظاهرة الأخيرة في شوارع العاصمة البريطانية، فالتفتيش عن الفيديو بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة يرشد إلى المقطع عينه منشورا ضمن تغريدة في 23 من آب أغسطس عام 2020 على حساب الصحفي بول روزنهايمر الذي يعمل لصالح الصحيفة الألمانية بيلد. ويأتي الفيديو ضمن سلسلة من التغريدات من العاصمة البيلاروسية مينسك التي شهدت تظاهرة مناهضة لإعادة انتخاب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. دعونا نشاهد. في فقرة صندوق الوارد لدينا مناشدة ورسالة وردت لنا عبر صندوق بريدنا، دعونا نقرأها مع حضراتكم مشاهدينا الكرام. الرسالة تقول: إن الناشط المدني علي الروتاج من الديوانية تم إلقاء القبض عليه من قبل الأحزاب بتهمة المخدرات، وتم الاستيلاء على البيجات التابعة لي، وحاليا في سجن المخدرات بدون أي إثبات أو أي دليل ضدي، وإني لم ولن أتعاطى أي نوع من المخدرات في حياتي. 25 يوما داخل سجن بدون الوقوف معي بسبب نشر ذيول الأحزاب من العصائب والتيار الذين كشفت فسادهم بقيمة 22 مليار في دوائر الصحة والبلدية والبلديات. قاموا بنشر من صفحات وهمية بأني تاجر مخدرات، والحقيقة غير ذلك. استجاب وزير الداخلية لندائي وتم معاقبة مدير المخدرات ونقلهم وإحالتهم للتحقيق وكشف اللعبة القذرة. أتمنى موقف منكم معي بعد التأكد من هذا، وإني رئيس منظمة إنسانية ومؤسسة إعلامية ومعروف ضمن الوسط ولدي انتماء بنقابة الصحفيين، أرجو منكم الوقوف معي. هذه الرسالة التي وردت مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن ترسلوا لنا ما ترغبون في عرضه عبر شاشتنا من خلال منصاتنا الإلكترونية. نراكم بعد قليل. في فقرة الهاشتاج تحت وسم من قلبي سلام للخرطوم، وسم تصدر الترند العربي خلال الأيام الماضية تعبيرا عن تعاطف الشعوب العربية مع ضحايا كارثة فيضانات السودان التي جاءت بوقت تثقل فيه الجراح أو تثقل فيه الجراح كاهلة مختلف البلدان العربية. تغريدات مختارة لعراقيين على الوسم هذا، دعونا نستعرضها مع حضراتكم لنشاهد هذه التغريدات. من علي يقول: من قلبي وقلوب شعبنا العراقي سلاما للخرطوم وأهل الخرطوم وأرض الخرطوم وكل الخرطوم، أسأل الله أن يلطف بحالكم، كل السلامة إن شاء الله، الرحمة على الضحايا.
سعد يقول، سعد أو سعيد، من قلبي سلام للخرطوم من العراق إلى أهلنا في السودان الشقيقة، مصابكم مصابنا ونقف معكم في محنتكم هذه جراء السيول والفيضانات التي ضربت البلاد، ونطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والعراق والدول العربية أن تقدم لكم المساعدات اللازمة، قلوبنا معكم. أياد الراوي يقول، في مدينة الرمادي العراق يوجد عدد كبير من الإخوة السودانيين منذ ثمانينيات القرن الماضي، والله إن جمعهم طيب وهم أهل الأخلاق والطيب والصبر، شعب يمتلك ثقافة وعلما كبير، لكن غلب عليه الأمر. كم أحببت هذه البلاد وتمنيت زيارتها. في تغريدة أخرى من حسن الوتاري يقول، لنا معاناة مشتركة مع الشعب السوداني الشقيق، فالشعبين العراقي والسوداني عاشوا فترات حصار خانقة، واليوم يعيشون تحت ظل الدولة الفاشلة. إذا المشاهدين الكرام، هناك تعاطف عربي كبير مع السودان، مع السودانيين، مع هذه المعاناة التي يعيشونها بسبب الفيضانات والسيول. نتمنى السلامة للجميع ونتمنى الرحمة والمغفرة لجميع ضحايا السودان. نراكم بعد قليل. في فقرة المقاطع المنوعة، ابتداء طبعا من العام الدراسي الجاري، قرار في إقليم كاتالونيا في إسبانيا بإضافة تعليم الدين الإسلامي في البرامج التعليمية بالمدارس العامة مع ارتفاع أعداد المسلمين. دعونا نشاهد. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نود التذكير مع حضراتكم أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر الآن على الشاشة 1-0-7-2-7 على مدار القمر نايل سات.
يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.